مرحبا، اسمي جمانة وأنا في الصف الثالث الابتدائي. أريد أن أعرفكم على أسرتي. هذا أخي حمد، إنه في الصف الأول الابتدائي. وهذا والدي، إنني أحبه كثيرا. وهذه والدتي أيضا، أحبها كثيرا. هذه هي أسرتي، إنني أحب الرسم كثيرا وأحب التعرف على كل ما هو جديد. جاء والدي في ذلك اليوم ومعه مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، إنها تذاكر سفر إلى دولة عربية أحبها كثيرا. إنها الأردن، إنها دولة عربية إسلامية شقيقة. ذهبنا في السيارة إلى طريق المطار وشاهدت الكثير من المباني والخطوط الأرضية والإنارات، إنها خطوط مستقيمة. إنني أرى الخط الأفقي والرأسي والمائل في المباني والنوافذ والإنارات أيضا. وعند وصولنا شاهدت الطائرات، ما أحلاها وهي تحلق في السماء. إنني أرى خطوطها الدائرية وأيضا المقوس في جناحها الجميل، والغيوم حولها وخطوطها المموجة. هيا يا أحبائي، هيا لنلتقط صورة تذكارية. يا الله، ما أحلى الهواء العليل والطقس الجميل المنعش. إنها دولة رائعة وفيها الكثير من الجبال العالية والصحراء الجميلة. إنني أرى فيها الكثير من الخطوط المموجة والمتعرجة أيضا. وصلنا إلى الفندق لنرتاح لتبدأ رحلتنا في اليوم التالي. يا الله، كم أنا متعبة. أنا متحمس يا والدي لبداية رحلتنا. حسنا يا حمد، فلنذهب إلى المطعم لنتناول وجبة الغداء. وصلنا إلى المطعم وقد لفت نظري اللباس، حيث أن جميع النساء هناك يرتدين لباسا جميلا. سألت والدي، إن لباسهم جميل جدا، لماذا يرتدين نفس اللباس؟ نعم يا جمانة، إنه اللباس التراثي للمرأة الأردنية. ما أحلاه، كم أنا سعيدة جداً لأنني بدأت أتعرف على مملكة الأردن والأشياء الجديدة التي رأيتها. يا والدي، لقد رأيت الكثير من الخطوط، لكنني أريد أن أتعرف على هذه الخطوط أكثر. نعم يا عزيزتي، سوف أعرفك عليها. هناك خطوط بسيطة مستقيمة كالرأسي والأفقي والمائل، وأيضاً منحنية كالمقوس. وهناك خطوط مركبة أيضاً، أساسها الخط المستقيم كالمنكسر والمتعامد، وخطوط أساسها منحني كاللولبي والحلزوني. جميع هذه الخطوط رأيناها خلال رحلتنا يا جمانة في الطريق. هيا إذن يا والدي إلى الفندق، إنني متحمسة كثيراً لأرسم. لقد أحببت هذه الخطوط كثيراً، إنني أرسمها في اللباس الأردني الذي تعرفت عليه. يا الله، كم أحب الرسم كثيراً، أحبه كثيراً. لقد بدأت في تلوين اللوحة. انظر يا والدي إلى لوحتي، كم هي جميلة بعد أن لونتها. إنها جميلة جدا يا عزيزتي. أنا سعيدة جدا وفرحة، أنا سعيدة. لقد تذكرت هذه الخطوط في مادة الرياضيات، رأيتها في الجمع والطرح والضرب أيضا، وكذلك في الأشكال الهندسية. لقد استمتعت كثيراً في رحلتي. مرحباً يا أحبائي، سنبدأ بمراجعة ما أخذناه عن الخطوط البسيطة والخطوط المركبة في رحلة جمانة إلى الأردن. فالخطوط البسيطة هي الأفقي، الرأسي، المائل والمقوس، وأيضاً هناك الخطوط المركبة كالحلزوني والمنحني والدائري والمنكسر والمتعامد. سوف نحتاج إلى بعض الأدوات والخامات البسيطة لعملنا لهذا اليوم.
سنحتاج إلى قلم رصاص، ممحاة، مسطرة، وألوان. هناك أنواع كثيرة للألوان، منها الألوان الخشبية والألوان الشمعية والألوان الشينية. في عملنا هذا اليوم سوف نحتاج للألوان الشينية، حيث أن أغلب المتعلمين يحبونها كثيراً لأن ألوانها أزهى وأنقى. هيا نبدأ. سوف نبدأ برسم اللوحة بالقلم الرصاص، وها نحن نرسم كما هو موضح هنا أمامكم. بعد ذلك نقوم بتحديد اللوحة بالقلم الأسود. ثم بعد ذلك نقوم بتلوين اللوحة باستخدام الخطوط البسيطة والخطوط المركبة، وأيضاً باستخدام الألوان الشينية كما هو موضح أمامكم. كما ترون يا أحبائي، إنني أستخدم الخطوط المركبة والخطوط البسيطة كالمستقيم والأفقي والمائل والحلزوني والمموج والدائري. وها هي لوحتنا الجميلة. مرحبا، وها قد عدنا. فلنبدأ أولاً بمراجعة الخطوط البسيطة والخطوط المركبة. كما نشاهد هنا، هذه هي الخطوط البسيطة، وأيضاً هنا الخطوط المركبة. كما قلنا في السابق، منها الخطوط أساسها المنحني، ومنها الخطوط أساسها المستقيم. وها هي اللوحة التي قمنا برسمها في المرة السابقة. كم هي جميلة هذه اللوحة، حيث تتكون من هذه الخطوط التي أخذناها. فلنتعرف على فناننا لهذا اليوم. إنه الفنان عبد العزيز الناجم، وهو من المملكة العربية السعودية، ولديه الكثير من المعارض، ولديه أيضاً الكثير من اللوحات كما ترون وهو موضح أمامكم. هذه هي لوحات الفنان عبد العزيز الناجم، حيث اعتمد على الكثير من الخطوط في هذه اللوحات كما نرى هنا، حيث استخدم الخطوط المستقيمة والخطوط المنحنية. أيضاً المتعلمة استخدمت بعض الخطوط التي تشابه خطوط الفنان في لوحته. سوف نقوم بعمل إخراج فني للوحتنا التي رسمناها في المرة السابقة، حيث نريد أن نستخدم ورق وأيضاً مسطرة واللوحة والصمغ. بسم الله نبدأ. وها قد انتهينا من عمل الإخراج الفني، وهذه بعض اللوحات الجميلة لبعض المتعلمين. شكرا لكم وإلى اللقاء.